شلونك؟ شو امورك؟ بطل انت؟ بطل بياسن الصابر. من 2012 من اي منطقه؟ من الفلوجه. الفلوجه وين صابتك؟ سيدي وراس بالراس الجمجمه ما عندي هنا وتشبايه داخل الدماغ ومركز العصب. ابني انا احكي في الموضوع متابعه وضعك. انت محتاج رعايه غير ومحتاج علاج. قدمت على داري؟ قدم السيد اول ما صار قدمت. الله يكرمك. قد رقمك؟ والله سيدي ما عرفت الجهاز موجود فجاك بالورقه الرقم موجود. اطمن ان شاء الله تكون محظوظ. تعرف ما داري حطينا بيه شروط وما بيها لا واسطه ولا بيها اي شيء. ان شاء الله تطلع لك. واذا ما طلعت لك بتجي امي احاول الاقي لك حل ان شاء الله. دير بالك عليها وانت بدير بالك عليها. هاي بطلة بطلة بطلة. الحمد لله هذا شرف لي وسام والنعم. عوائل الشهداء عوائل الجرحى موجوده بضمير هاي الحكومه. هذا واجب وهاي حقوقهم. هاي حقوق الناس. هاي حقوقها. العلاقه بين المواطن والدوله علاقه حقوق وواجبات. هذول الابطال قاموا بواجباتهم. المطلوب القوم باستحقاقات معرفه وتقصير بسبب الفوضى الموجوده بالدوله العراقيه منذ عام 2003. والله صحيح. وبسبب الفساد اللي تروح على حساب حقوق الناس المساكين اللي ضحوا لصالح جيوب جماعات فاسده. والله اطمئن. نحتاج نعالج هاي مشاكل بالدول العراقية. تحتاج وقت وتحتاج صبر وتحتاج هدوء. ما عندنا خيار غير عراقنا. غير عندنا خيار نخدمكم انتم ابطالنا. لولاكم ما كان العراقيين اليوم يعيشون بظروف الوضع الامني الجيد. وانا وعدك ووعد كل العراقيين دماء العراقيين متروح هدر. ارباح شفت موضوع الكرادة. هذا الموضوع تابعناه صار لنا سنين الى وصلنا الى الجنات. دم عراقي مو رخيص. دم عراقي غالي ويجب نهتم به. ولهذا السبب هذه رسالتي إليك ولكل العراقيين. دم العراقي غالي يجب نحافظ عليه. أما عملية الاستفزاز من قبل البعض أو جماعات إرهابية فهم واهمين. الدولة قوية جدا ولكن الدولة حريصة على دماء أبنائها. أطمئن. موضوعك أنا متابعيه وإن شاء الله إن شاء الله تخابرني بعد أسبوع مو أكثر. تقول لي الاشاره تاكد حققت لك. واطمئن اعتذر على التاخير اللي صار وياك. انا مش رئيس وزراء وش تعرف تفاصيلها الان عرفتها وان شاء الله نقوم بواجب مو بس تجاهك تجاه كل